تحيا مصر يرصد 200 مليون جنيه للمشاركة في مدن بشائر الخير. وزيرة التخطيط تؤكد أن مبادرة ما يغلاش عليك اتضحت أهميتها في ظل كورونا. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات. وزير الإسكان يستعرض خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة. تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن كريم لأهالي المناطق العشوائية والمهددة للحياة بالإسكندرية، رصد صندوق تحيا مصر 200 مليون جنيه للمشاركة في بناء مدن بشائر الخير 4 و6 و7 و8 بالمحافظة. بدوره قال المدير التنفيذي للصندوق إن مشاركة الصندوق في بناء مدن بشائر الخير بلغت 1.9 مليار جنيه حتى الآن. في إطار متابعة سير عمل مبادرة ما يغلاش عليك لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي وتقييمها، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاجتماعية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الجانب التنفيذي للمبادرة التي تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه كدعم في إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول في الجامعات. عبد الغفار كشف خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام أن كليات الطب ستقبل الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع يبدأ من 98.53%، بينما ستقبل كلية طب الأسنان الحاصلين على مجموع يبدأ من 98.41%. من أجل الحفاظ على الماء باعتباره موردا هاما واستغلال كل قطرة بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس عاصم الجزار خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه. تابعونا دوما عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة. في أمان الله.